أنا اليوم وقت كتير فاضي، فرح نصنع طاولة من خشب ومن صينية. هلأ أنا هيك عم جارب أعمل، عم شوف شو رح يطلع معنا. هلأ الكاس وين بدنا نلاقي الغراض؟ هلأ حسب ما قالوا لي هون شو مطرة، هات لندور. هلأ هون عم نلاقي أدوات البيت، بس بدي الخشبات تبع السبونتكس سبيشال ألرجيز. واو، نحن بدنا الخشب مثل هول والحديد، بدنا نقصقصها ومنفزلك عصابنا. كتير زعلان انه بس قدرت لقى صينية بلاستيك. نجرب نشوف شو مطرح غير في خشبة تنقدر نعمل اجران الطاولة. هلأ رجعنا فتنا على غير سوبر ماركت دغري بوجه، هات لنشوف شو منلاقي هون. نزلين على خندق. بوم، لقينا خشب. We made it. هلا بس علينا نقصقص هول الخشبات. هلا شوف اذا برغيهم او بلزقهم. هلا هول هن اغراضنا. هول خشبتين. وهيدي الصينية. واكيد بدنا حبل. هلا الاغراض اللي عايزينهم هن منشار، حبل، اكيد صينية، الخشب، فوتر، وايت بورد. اذا ما كان وايت بورد ما بيمشي الحال. كمان عايزين شيء تنقيس. ومقص واكيد قد ما توحشنت على الخشبه كسرتها. ما رح نرجع نلزقها بالوايت كرافت جلو، وهيدي رجعت جود از شيت. هلا اعتمدنا هذا القياس اللي هو 46، صار وقت القص. لكن وهلا بدنا نربط اثنين كمان نعملهم بجنب الطاولة. هيدا الرابطة اللي بت شد، رح نحطها هلأ. صار معنا اثنين من هول، و رح فرجيكم كيف تطلع الطاولة. مبدئيا هيك شكله البرودكت كله سوا. هلأ اكيد اذا بدي اقصر او طول، هلأ هول بيقدروا ينفكوا ويتعلقوا او يتوطوا. واكيد مثل عادة شكرا لمشاهدتكم، وما تنسوا تتركوا تعليق، انشروا على رفقاتكم اذا بدكم ياهم يعرفوا كيف بيقدروا يعملوا طاولة بقصص كتير رخيصة. يعني كلفتنا هي بالليرة اللبنانية تقريبا 10,000 ليرة. هلأ عملنا الأربع خشبات بحبل واحد والصينية فوقها. هلأ رح نرجع نلزق الصينية، لكن بشوفكم بالحلقة الجاية.